مشاهدي ومتابعي موقع جريده اهل مصر في كل مكان، مساء صباح الخير على حضراتكم. معكم امن عبد الباري مراسل جريده اهل مصر بمحافظه الاقصر. احنا معاكم النهارده في لايف جديد، بنرصد مع حضراتكم لايف جديد اللي هو بنرصد مع حضراتكم تلاميذ الصف السادس الابتدائي، بنشوف ارائهم في امتحان اليوم ايه. هو كان امتحان النهارده عن مادة العلوم وكان سهل جدا، وكان الأسئلة عبارة عن 20 سؤال، وكان تافهين جدا وسهلين، وعبارة عن أي حد يحلهم مناسبة لجميع الأعمار وكل المستويات، مناسبة للجميع. الامتحان كان سهل وكان في جميع المستويات. طب شعورك ايه النهارده بعد ما خلصت الامتحان؟ والصراحة كان صراحة باجع، عشان بعد المذاكرة دي كلها حنقعد نلعب وكده. نلعب خلاص عرفنا علي يا رب نلعب ونخلص طبعا من المذاكرة، عشان كنا بنذاكر للنهار عاوزين دلوقتي ان نفرح شوية وكده. فهو الامتحان كان سهل جدا، وكان يعني عبارة ان كان شعوري كويس جدا عشان كان الامتحان سهل. بالتوفيق ان شاء الله. قول لي رأيك ايه في امتحان النهارده؟ كان امتحان سهل جدا، واصلا يعني تافه، ده ان هو كان صفحه واحده على سؤال كبيره قوي. تمام. طيب شعورك ايه النهارده بعد ما خلصت الامتحان؟ شعوري بصراحه بالفرح، عشان اخيرا هقعد من غير مذاكره. بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. متابعة مصر زي ما مشاهدين معانا كده بالظبط، بنرصد معاكم فرحة التلاميذ، فرحتهم بامتحان آخر يوم النهارده. هم أدوا امتحان مادة العلوم، طلاب الصف السادس الابتدائي بإحدى مدارس الأقصر. رصدنا معاكم فرحتهم، فرحة التلاميذ طبعا مرسومة على وجوههم بمناسبة إن النهارده كان آخر يوم في الامتحانات، ومبسوطين على أساس إن هم خلاص بيقولوا إن هم مش هيذاكروا تاني. وزي ما انتم مشاهدين معانا كده بالظبط فرحتهم. طب انت اللي هو بعد ما خلصت الامتحانات النهارده هتعمل ايه؟ هتبدا في قناتك. بسم الله ما شاء الله، ده انت معاك قناه. انا جميل جدا فيها، وعباره اني مش هاخد اجازه، انا برضه هروح للدروس تاني عشان معايا دروس تاني بتاعت اولى. هاخد بالنسبه لك انت بقى، وانا حتى اقول في البرنامج بالنسبة لك ايه رأيك في الامتحان بتاع النهارده؟ تافه وسهل مور. كنت متوقع الامتحان يجي بالشكل ده؟ طبعا. جميل جدا. حابين تضيفوا اي حاجة قبل ختامنا؟ هو كان الامتحان سهل جدا، وعبارة انه كانش فيه اسفه منه تاني، يعني كان سهل، وعبارة ان اي حد واحد شعر يعني يحلوا كده، والله لو مش حالف حاجة كان سهل جدا، وكل أسئلة عامة. وأصلا أنا العلوم والمادة المفضلة عندي، وأنا بقفل فيها كل سنة. أنا جميل جدا، بسم الله ما شاء الله. أنا أول مرة جلست فيها بغلط أحيانا. جميل. يعني بالنسبة لكم العلوم هي المادة حاجة في العالم يعني. جميل جدا. طيب انتوا دلوقتي خارجين، بيقولوا خارجين نتفسحوا كده، انتوا هل اليوم ده بعد انتهاء الامتحان هتقضوه مع بعض؟ طبعا. هم هتودعوا بعض ازاي؟ احنا مش هنودع بعض، احنا كلنا قاعدين مع بعض، احنا كلنا وقت طبعا كل مع بعض، احنا ناخدوها كلنا مع بعض، حتى احنا بناخد 25 عيد انا وده نفس البلد، حتى يعني في العيد بنقابل بعض، فهو بيشوفني وانا بشوفه، يعني ما حدش مفرط في التاني. بالنسبه لباقي زمايلكم احنا مع بعضينا في ال 24 ساعه يعني. طب بالنسبه لباقي احنا كلنا اصلا قاعدين مع بعض في نفس المكان السكني، فبننزل نلعب مع بعض وبنقعد مع بعض. امال حتى ايه لو في مذاكره نذاكر مع بعضينا ونجيب الكتب واللي يحل واللي غلط. امال انتوا اللي هو رايحين تحتفلوا مع بعض بمناسبه النهارده، بمناسبه ان انتوا خلصتوا الامتحان؟ لا احنا عباره يعني كل اسبوع بنخرج مره كده في المطاعم. بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق. خلصت الامتحانات. هاي.
متابعة لمصر زي ما مشاهدين معانا كده بالظبط. فرحة التلاميذ فرحتهم مختلفة بمناسبة النهاردة خلصوا آخر يوم في امتحاناتهم زي ما انتم مشاهدين معانا كده احتفالاتهم بطرق مختلفة. رصدنا معاكم فرحة التلاميذ، شكرا لمتابعتكم.